من بيروت تنضم إلينا مراسلة الحدث غنوة يتيم. مرحبا بك يا غنوة. نستطلع منك ما الذي يجري الآن في مسرح العملية، وإذا ما كانت هناك ردات فعل مرصودة أكثر، يعني خاصة مع البيان الذي للتو قرأنا نصا منه بأن يد حزب الله على الزينات. طبعاً احنا كنا نتابع عملية المسح هنا في هذه المنطقة التي خفت وتيرتها الآن. كان هناك فرق أكبر تشارك بهذه العملية، ربما هي شارفت على الانتهاء، ولكن لازلنا نستطيع أن نرى داخل الشقة التي تم استهدافها بعض الأشخاص المتواجدين في الداخل، وكان هناك بحث بين الركام. طبعاً يعني حماس كانت قد أعلنت في بيان أخير عن سبعة قتلى، بينهم ثلاثة من القادة في هذا الشارع في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية. طبعا شارك الصليب الأحمر إضافة إلى الدفاع المدني في عمليات نشل انتشال الجثث، وأيضا كان هناك عمليات لتبريد. الدفاع المدني قام بعملية تبريد الشارع والمنطقة بعد نشوب الحريق جراء هذا الاستهداف الذي حدث بمسيرة أطلقت أكثر من صاروخ بحسب مصادر أمنية. بالنسبة لردود الفعل، كان الرد الفعل الأخير الذي صدر عبر بيان لحزب الله الذي تحدث فيه ونعى فيه قادة حماس الذين قادوا في هذا الاستهداف. وطبعا كان الأهم في يعني ربما الرد في الفقرة الأخيرة الذي تحدث فيه وصف هذا الاعتداء بالخطير على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته ومقاومته، بأن هناك رسائل سياسية وأمنية بالغة الرمزية والدلالات، واعتبر بأن هذا التطور هو تطور خطير في مسار الحرب بين يعني بحسب البيان العدو ومحور المقاومة. وأكد حزب الله بأن هذه الجريمة لن تمر دون رد وعقاب، وبأن هناك يعني سيكونون على أعلى درجات الجهوزية. طبعا هناك دائما تخوف لدى الشارع اللبناني بأن يكون هناك حرب شاملة. البعض قال بأن استهداف ضاحية بيروت الجنوبية هو محاولة من إسرائيل لجر حزب الله إلى حرب أشمل مما نشهده في جنوب لبنان، خاصة وأن وتيرة الأحداث في الجنوب كانت هي ذاتها تقريبا خلال الفترة الماضية، وكان هناك حديث عن يعني أن لا يكون هناك خرق لقواعد الاشتباك، ولكن اليوم هذا الحدث الأمني في وسط ضاحية بيروت الجنوبية، نعم هو مكتب لحماس، استهداف لحماس، ولكن أيضا هذا عقر حزب الله. لذلك هناك تخوف من أن تتخذ هذه المعركة يعني تذهب باتجاه آخر بعيد عما يجري عن الحدود. هناك كلمة لأمين عام حزب الله كانت قد مقررة في وقت سابق وما زالت في موعدها يوم غد. هذه الكلمة بالطبع سينتظرها اللبنانيون لمعرفة ما إذا كان سيكون هناك أي ردود يعني غير مختلفة عن الردود السابقة أو العمليات السابقة التي كانت تجري على الحدود. طيب أشكرك يا غنوة على كل هذه التفاصيل، ونذكر مشاهدينا بأن يعني ما جرى اليوم تم إدانته من قبل إيران ومن قبل الفصائل الفلسطينية، من قبل حركة فتح، وكذلك من قبل حزب الله يده على الزينات.